هنتكلم على البوني بيلفيس او البونز اللي بتكون البيلفيك كافيتي. هم عباره عن تو اس كوكزي متحدين مع بعض عن طريق البيلفيك سيمفيسز وعظمه السكرم والفيرست 3 كوكسوجيال فيرتبري. دول بيكونوا البيلفيك روف. اما البيلفيك فلور بيتكون بعظمتين البيوبس والاسكيوم، بيتكون بعظمتين البيوبس كرينيالي وكودالي عظمه الاسكيوم. هنبتدي نتكلم على عظمه الاسكوكزي لوحدها. عظمه الاسكوكزي دي الفيرست بون اوف البونز اوف البلفيك ليمب او الهايند ليمب. It is the largest flat bone in the body. Formed from three bones. الكرينيال بون بتبقى اسمها البيوبيك الاليام. بنقول عليها الاليام بون اللي هي العظمة المثلثة دي. والعظمة أصغر عظمة من ثلاث عظمات اللي هي الـ L-shape دي. دي البيوبس أو البيوبيك بون. والعظمة المستطيلة اللي ورا دي الاسكيام بون. الاسكيام بون يبقى اليام بيوبس اسكيام اليام بيوبس اسكيام. الثلاث عظمات بيتحدوا مع بعض ويكونوا كافيتي بنسميه الاسيتابيولم. الاسيتابيولم جنبه في فريمن بنسميه الاوبتيوريتور. فريمن الاوبتيوريتور فريمن ده بيبقى بين عظمه البيوبس وعظمه الاسكيام. هنبتدي نتكلم على اول عظمه من عظمات الاسكوكزي، عظمه الاليام. هي العظمه المثلثه وتز بتمثل الكرينيال بارت اوف الاس كوكزي. لها تو بارت، الوينج والبودي او الشافت اوف ذا اليام. الوينج له تو سيرفيسز، الجلوتيال سيرفيس والبلفيك سيرفيس. والبلفيك سيرفيس البلفيك سيرفيس والجلوتيال سيرفيس. الجلوتيال سيرفيس اتس كروزد باي لاين بنسميه الجلوتيال لاين. الجلوتيال لاين بيمتد من الميدل اوف الميديال بوردر تو الكرينيال بوردر. يبقى ده الجلوتيال لاين. بالنسبه الى البلفيك سيرفيس بيتكون من تو بارتس، الميديال تريانجولار بارت او الميديال ارتيكولار بارت واللاترال كوادريلاترال بارت. على الميديال ارتيكولار بارت في رف فاسيت بنسميه الاوريكولار سيرفيس او اوريكولار فاسيت فور الارتيكوليشن ويز الوينج اوف ذا ساكرام. على الكوادري لاترال بارت موجود لاين ديسكروزد باي لاين بنسميه اليو بكتينيال لاين، لانه بيمتد من الاليام الى البكتين اوف ذا بيوبس فبنسميه اليو بكتينيال لاين. على الميدل بتاعه فيه تيوبركل بنسميه سووس تيوبركل. سووس تيوبركل تمسك فيه عضله السووس مينور ماسل. يبقى احنا كده قلنا تو سيرفيسز اوف الوينج، والوينج بيتكون بعد كده من 3 بوردرز و 3 انجلز. الكرينيال بوردر بنسميه الياك كريست. الياك كريست واللاترال بوردر بيبقى عليه نيوترونت فريمن اوف ذا بون. نيوترونت فريمن اوف ذا بون. والميديال بوردر بيكون ان اتس ميدل نوتش بنسميه الجريتر سكاياتيك نوتش. الجريتر سكاياتيك نوتش في الفيرش ستيت بيتقفل بلاترال ساكرو سكاياتيك ليجامنت ويتحول الى جريتر سكاياتيك فريمن. بيعدي منه الجريتر سكاياتيك نيرف والكرينيال جلوتيال والكودال جلوتيال نيرف والكرينيال جلوتيال ارتري وفين. بعد كده الثري انجلز، الميديال انجل بيبقى جنبه عظمه السكرم فبنسميه ساكرال تيوبر. ساكرال تيوبر. اللاترال انجل بنسميه كوكزيال تيوبر او التيوبر كوكزي. كوكزيال تيوبر او التيوبر كوكزي. بيبقى كونستريكتد ان ذا ميدل تيوبرس وايد ات ايزر اند. بعد كده ثالث انجل الاسيتابيولار انجل بتشارك في تكوين ايه الاسيتابيولم. واتس دورسال بوردر بيكون دورسال سكاياتيك سباين. دورسال سكاياتيك سباين. بعد كده الشافت كونكت بتوين الوينج والاسيتابيولار
انجل كونكت بتوين الوينج والاسيتابيولار انجل. كده عظمة الاليام خلص. نتكلم على عظمة البيوبس اللي هي الالي شيب دي وبتكون الكرينيال بارت اوف البلفيك فلور. بتكون الكرينيال بارت اوف البلفيك فلور لها تو سيرفيسز وتلاتة بوردر وتلاتة انجل. الدورسال سيرفيس بيبقى كونفيكس فيه الميل وكونكيف فيه الفيميل. الفنترال سيرفيس بيبقى عليه جروف بنسميه سب بيوبيك جروف. سب بيوبيك جروف عشان بيعدي فيه الاكسسوري ليجامنت وبيؤدي الى الاسيتابيولار نوتش. بعد كده لها ثلاثة انجل. الكرينيال انجل بنسميه البيكتن اوف ذا بيوبس. البيكتن اوف ذا بيوبس عليه بروزين. ميديالي بنسميه البيوبيك تيوبركل. بيوبيك تيوبركل. ولاترالي ليه بنسميه اليو بيكتينيال امينانس. اليو بيكتينيال امينانس او اليو بيوبيك امينانس. بعد كده الكودا البوردر بيكون الكرينيال باوندري اوف الاوبتيوريتور فريمن والميديال بوردر بيتحد مع الميديال بوردر بتاعت الازر بيوبس ويكون بيوبيك سيمفسيز. بيوبيك سيمفسيز. بعد كده له ثلاثة انجل. الميديال انجل والكودا الانجل والاسيتابيولار انجل. كده عظمة البيوبس خلص. نتكلم على الاسكيام. الاسكيام بتكون الكودا البارت اوف البلفيك فلور. هي العظمة المستطيلة دي لها تو سيرفيسز. الدورسال سيرفيس بيبقى سموث وكونكيف والفنترال سيرفيس بيبقى رف وفلات ولها أربعة بوردر وأربعة أنجل. الكرينيال بوردر بيمثل الكودا الباوندري اوف الاوبتيوريتور فريمن والميديال بوردر بيتحد مع الميديال بوردر اوف الأزر اسكيام ويكون اسكيال سيمفيسز. اسكيال سيمفيسز. الاسكيال سيمفيسز مع البيوبيك سيمفيسز بيعملوا بيلفيك سيمفيسز. بيكونوا البيلفيك سيمفيسز اللي بيربط بين عظمتين الاسكوكزي مع بعض. بالنسبة الى الكودال بوردر بيكون الاسكيال ارش. الاسكيال ارش. الكودال بوردر بيكون الاسكيال ارش. واللاترال بوردر بيعمل نوتش بنسميه لسر سكياتيك نوتش. لسر سكياتيك نوتش بيتقفل برضو باللاترال ساكرو سكياتيك ليجامنت وتحول الى اللسر سكياتيك فريمن. بيعدي منه التندون اوف الانترنال اوبتيوريتور ماسل وكوميونيكيتنج فين. بعد كده الاسكيام لها اربعة انجلز. الكرينيو ميديال انجل بيشارك في تكوين السيمفسيز والكرينيو لاترال انجل بيشارك في تكوين الاسيتابيولام والكودو ميديال انجل والكودو لاترال انجل عبارة عن 6-3 سايدد ماس بنسميها الاسكيال تيوبر او التيوبر سكاياي. واتس لور بوردر بيعمل فنترال سكياتيك سباين. لور بوردر بتاع التيوبر سكاياي بيعمل الفنترال سكياتيك سباين. نيجي بقى نتكلم على الاسيتابيولوم والاوبتيوريتور فريمن. الاسيتابيولوم عبارة عن كوتولويد كافيتي يعني ديب ارتيكولر كافيتي بتدخل فيه الهيد اوف ذا فيمر ويكون الهيب جوينت. بيتكون من ارتيكولر بارت بيبقى سموث وكونكيف وكريسنتريك في الشيب ونون ارتيكولر بارت بنسميه اسيتابيولر فصة. والكافيتي ده قاطد ميديالي بيعمل اسيتابيولر نوتش. بيكون اسيتابيولر نوتش. فوقه فيه تو ديبريشن فور التندون اوف ريكتاس فيموريس ماسل. تو ديبريشن فور ريكتاس فيموريس ماسل. بعد كده الاوبتيوريتور فريمن قلنا ان هو بيتكون بين عظمتين البيوبس والاسكيام واتس كرينيو لاترال بارت بيبقى فيه جروف فور الاوبتيوريتور فيزل اند نيرف. جروفز فور الاوبتيوريتور فيزل اند نيرف. كده خلصنا عظمة الاسكو.